السلام عليكم. سلام الله وبركاته. مرحبتين، من معي؟ أنتم طيب أيمن. أيمن، شو الأخبار يا أيمن؟ عندك تاكس أيمن أنت تقريبا؟ ومعي زبون بجنبي ومساعده في الكرية، وبنحطه من جزيرة القاسي لجزيرة جبن فلاريز مؤسسة الوطنية للنفط. واخد وتساهمت أنا وياه برضه 7 دينار. تمام كويس. تو أيمن نبوك أنت، يعني مش أول مرة تشارك ومش آخر مرة بعون الله حتشارك إن شاء الله. أكيد أنت كل يوم تلقاني معك. تمام، علاقة المواطن بالتاكسي، خلينا أنت صاحب التاكسي، يعني شو نشوف المواطن معاك؟ يعني دائما كيف تشوف فيه؟ يعني هل الأمور تمام؟ يعني هل أيمن مرات صار لك موقف من شخص مثلا ركبته معاك، يعني تعرضت لشيء معين؟ نبوك اليوم أيمن تكلمنا بالمجمل اليوم. طبعا ايديكم مش زي بعضهم اكيد، والناس مش زي بعضها. وربك قال ولا ترموا بيديكم للتهلكه. اكيد توانين نهار بعويناتها والليل بوديناتها. تو توقفني في اي مكان داخل طرابلس ونوصلك بخمسه بسبعه بعشره بخمسطاش على حسب مشوارك، والتسعيره هادية مش انا نحط فيها. تفاهم ما بيني وبين الزبون. الزبون مرات يخلص عنا 10 جنيه تمشي معاه، ومرات ما تخلصاش على حسب امكانياته. في الامور طيبه يدفع ما يدورش، يصل كان يقول لك قديش حسابك، حتى حسابي 10 جنيه يدفع 15 ما عندهاش مشكله. لكن في عامة الشعب في اللي ما يقدرش يدفع حتى 5 صاحب مرتب. لكن خلينا في الواقع، انت تخدم بعد المغرب ويوقفك شاب ولا يوقفك زوج شباب ويقولوا لك نبو عين زارة جات لك حالة ولا جات بعد الروامي، هذه وخي 1% انها مرات كارية، لكن 99% مرات تجيب قطع ركبتك. ايمن انا يعني نبي، ايمن نبي تجربة شخصية. انت هيك شهرات انا تجربة، يعني تجربة شخصية. الاسبوع اللي فات انا الاسبوع اللي فات اتصل بي صديق قال لي نبي انا سيدي سليم طريق المطار اللي هو الفتحة اللي بعد الدعوة بعد ليش نسمع بعد خزانات النفط. خزانات النفط بعد ولي العهد الفتحة الثانية. المهم حطيتها غادي، كان أداء المغرب كيف حطيتها. بنرجع من خزانات النفط الكوبري كان زحمة هلبة متاع خزانات النفط، قلت ليش نرجع من غادي يلا ناخذ طريق الكريمية. رجعت مع الكريمية كانت الطريق فاضية، المغرب مد الدنيا مظلمة. المهم نسمع في الراديو سرعتي 100-120، طلعت علي لبوة باي من شارع فرعي، طول من الشارع الفرعي للرئيسي طول. هربت نقص سرعتي، هربت منه شوية خذيت على اليسار كملت في روحي. كملت الطريق، يعني بعد ما فتت بدا يغير لي في الضي، كان ضيها ليزر. اللبوة اللي فتها كانت مزوقة شرطة عسكرية لون بطاطي ولون أحمر وبدون لوحات. أنا ركزت عليها طول لأن أنا ضروري بنركز على السيارات اللي بجنبي، هذه طلع علي طول يعني ما وقفش من الشارع الفرعي، قاعد يغير لي في الضي. لما غير الضي الحق ولا اشبحت الدنيا صغيرة، قلت هادو يبي مشطوني يبي خنبوني اشبح الله اعلم شو بيصير. كويس ما نكذبش عليك، ولا رجلي على الشرطوري كنت نجري 120 ولا 100، بديت 160 و180. كويس لين وصلت وين؟ وصلت بوابة الجبس. بوابة الجبس كانوا فيه دوريات لمن العام. درست عليهم طول، قلت لهم في نبوة تلحق فيها راه ما بديتش نقفلها اشبح موضوعها شني. بعدها ما يجيش لحظات درسة اللبوة، طلع زميله ومعاه شخص يبي كرية، طبعا صب لي المية في ركابي هو ولا ما نكذب عليك. قلت له اخوي مش يعني خلينا ولد البلاد ما يوقفش، كان هو ولد بلاد، قصدي خلينا في الواقع اخوي كان ولد بلاد ورسمي راه هو وصى لحوشة مش يوقف تاكسي عقب ليل ووقف ويغير له في الضي. انا بغير له يا اخوي. وين يا اخوي؟ شرطة عسكرية وما غير طارقات، خلينا في الواقع بنقف لها. هذا قطع رقبتي من الأخير نشبح فيها أنا. والله لا لقيت روحي عند دوريات نتاع الأمن العام وطلع زميلهم وعند كرية، قلت له ولا من يرافع تباهي أي من السيارة حصلت تسريحة شوية والله. وربي يفرج إن شاء الله وراس وابع يديك من بيت بعضه. أنا في سؤال تو في بالي، أنا بأمان في ديما، ليش في ليبيا بالذات ما فيش عدادات في السيارات؟ باش ما نظلمكش وما تظلمنيش يا أخوي، أنت في عداد وأنا أخذ حقك وأعطيني حقي، باش ما نقول لكش أنت زدت علي. الدولة الليبية مش موفرة سيد، الدولة الليبية مش موفرة الليبية يا إيمان. العداد شرط من شروط التاكسي. كان النظام السابق 280 دينار. فصلت المكالمة للأسف، مع أنه والله ما زال بنتكلم معي من، لكن مش مشكلة. قصة يعني قصة فعلا، يعني قصة بالواقع للمروبي يعني قالك فعلا قالك أنها هي سيارة يعني من غير طارقات ويغير لي في الضي. كنت وفلها مرة واحدة بالله عليك، أحشي رجلك ما توخرش بكل. أكيد أكيد. أعطينا مكالمة ثانية يا أميرة. هاي هاي ناخذ مكالمة نقول مرحبتين. اليوم نبوا جماعة التاكسيات يشاركوا معنا أكثر حاجة، والناس اللي كل يوم تركوا في تاكسي بالضبط هذا الكلام اليوم. هاي أكيد هاي نقول مرحبتين.
مرحبا مرحبا يوم مبارك ان شاء الله. توفيق ان شاء الله. انا مش معاهم معناته انا تو تسمع الزنوب اليوم التاكسيات وغدوه شني والله مش معروف اليوم يوم يا توفيق. اعطينا ما عندك اليوم يلا. والله شو بنقول لك التاكسيات هي وقفة على التاكسيات هي توجيه تشبحها بالله عليك. لكن اسمع اسمع قبل ما تزرق لي يمين ويسار وبتنزل لي هيك نبو التاكسيات اليوم اي موضوع خليته. مرة جاي مندير تاكسي باهي مرخصها في التشاركية والله العظيم باهي المؤمن عندي صنات عمو نبي نرخصها كويس. جاني عرفت قال لي راهو في ترخيص كذا كذا زي ما تقول اعطاني سعر وقال لي عندي سيارة مضروبة ندير حادث وتغير لك اوراقي وزي ما تقول الطارقات وركبهم قصدي حتى عندهم تعمل التاكسيات التشاركيات راهو عندهم الزقزاق راهو مش عادي راه كوليس. والله العظيم راه والله تكوليس مش عادي فهمت تو حتى بتبيهين قصدي تعال انت دير لهم نقابة دير لهم حادث وينهم مش عندهم نقابة هم مفروض ايه وين حبسوهم انت عرفيت ولا ما حبسوهم مش هم قالوا بيحبسوهم بيبوا منهم فلوس شو صار فيهم تو مش خدوه سيارات انت عرفيت ونقابة جابت لهم باي وين قصدي شني ان الدولة راه متغيبة راه وشي شي راه وبتجيع راس المواطن راه مع زيادة البنزينة تو شوف روحك انت والله ب 10 جنيه بيبدا يركب المدينة ب 10 جنيه صح اللي كانت بربع وكنا ننقز من روش انه واحد فهمتها هي ب 7 جنيه 8 جنيه تو ولا يا لا 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 انا ادرس لك كيف يكون عادي كيف يكون عادي زي الجامعة معاك بتغلى البنزينة تو بيقول لك 10 جنيه راه شنو تسحب انت صح لا يدير لهم تعال لقيتهم انت جماعة اللي في كوات تعال لقيتهم دير لهم باصات دلوازي منهم الباهين وتعال في كوات حسب بعض ولا ولا اغلبية والله انا فكي مش عارف كيف تصدق يجي يوقف لك في نص الطريق انت تحسيه وتقول فيه متطقه ولا مش عارف شنو حسب بعض مش كلها فهمت يعني اغلبيتهم اغلبيتهم ولا لا انت والله حبوب راه حبوب اغلبيتهم ما نبغيش نقول لكلنا في ناس بامانه يعني اغلبيتهم لا 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 اغلبيتهم لا قلت لك اغلبيتهم الاغلبيه تعال هك وانت وتطلع وتشبح في جو قدامك مش انه تو مثلا ادرس لك على سويسرا ولا امريكا انا قصدي انت تو برا وقف انت في سوافي جورجيو ولا سوافي غد الشعال ولا سوافي الهضبه الشرقيه وشوف انت اللي في كوات شوف تصرفاتهم انت قصدي ماذا بينا احنا الدوله يديروا لهم راي قصدي يديروا لهم بساط قبل ما ترفع البنزين او قبل ما شنزمها قصدي ما يديروا قصدي بساط يديروا زي قبل يديروا حل مش انه تو يديروا البنزين يعني مده اللي فاتت باي